الفحشة كثيرة، وكما قال الأستاذ إسماعيل رئيس الجامعة، فلا بد من التفكير في الخطوات المقبلة إن شاء الله. لا بد من أن نخطو خطوات جديدة. المراسلات التي وجهتها جمعية السكان الأصلية قصبة كبير غير، واللقاءات التي تمت مع وزارة الثقافة بالرباط، واللقاء والمراسلة الموجهة إلى كل الجهات المعنية لم تعطي أي نتيجة نتيجة. وكذلك مراسلات جمعية إزوران الوطنية، وكذلك الرسائل الموجهة من طرف المجلس الإداري، ولكن الوضعية لا تزال في تدهور مستمر. لا تكف عن الحركة السلبية التي تؤدي بأكادير إلى مصير مجهول، إلى نفضارك في الأمر جميعا موحدين متفقين. وقبل القيام بأية خطوة يعني احتجاجية، فلا بد أن نتوجه إلى جلالة الملك الذي هو على سلطته في الوطن، حياه الله ونصره، لنقدم لنوجه اليه رساله في الموضوع، ونشير باسف كبير الى ان ممثلينا في البرلمان، ممثلينا في الغرف، لا يعيرون اي اهتمام لهذا الموضوع، واليهم نتوجه بإعادة النظر في مواقفه. إذا سأقف هنا، لأن لا بد لنا من الخروج كما قال الأستاذ شكري، لا بد من الخروج بتوصيات، تكون توصيات واضحة باسم هذا المجلس عامة، وباسم الجمعيات وكل الجمعيات وكل الجهات المسؤولة، لدقنا قرصي الخطأ في هذا. وأعود إلى كلمة الأستاذ جهاد الحسين الذي أشار إلى أكادير وكذا، فأكادير منذ كان يتكلموا باللغة السائدة لدينا في الشوارع والأزقة هي الأمازيغية والفرنسية، وهي الطبيعة التي لا تزال سائدة حتى الآن رغم